السلام عليكم، كي دايرين؟ لاباس عليكم؟ ان شاء الله يا ربي تكونوا كلكم بخير وعلى خير، عواشركم مبروكه، الله يدخل عليكم هذا الشهر الكريم ان شاء الله بالصحه والعافيه. اليوم ان شاء الله راه غادي ندير معكم الرفيسه المغربيه على حقها وطريقه ان شاء الله يا ربي. سبق لي ودرت في واحد الفيديو سابق طريقه باش كان يعني باش كنخبزو هذاك المسمن او هذاك الورقه باش كان نفتتوها او كنقطعوها وكنسقيوها. دابا غادي نخدم معكم ان شاء الله لاصوص، وغادي نديرو بعض اللقطات من هاد المسمن اللي غادي ندير، ولكن انا ما غاديش نديرو فتات ورقه على ورقه، غادي نديرو غير مسمن رقيق وغادي نقطعو. اش غادي نحتاجو؟ غادي نحتاجو الدجاج يعني على حساب الاشخاص اللي عندك، قزبر ومعدنوس مقطعين، بصله مشلضه، الفول، العدس، العدس يكون كتر من الفول بطبيعه الحال انتم كما كتشوفوا، الملحه والابزار والكمون وملون بطبيعه الحال، يا اما التصفيره يا اما الخرقوم. صافي، هادشي اللي غادي نحتاجو. شويه ديال الزيت انا غادي نخدم دابا قدامكم وغادي تشوفوا المراحل اللي غادي نديرها. هذه هي الطنجره ديالنا ولا الكوكوت، غادي نحط فيها الدجاج ديالنا بحال هكا، وغادي نحط عليها، ما كنقليوش هاد الرفيسه، ما كتبغيش تقلى يعني بلا ما تقليها، بلا ما تقولي نحمر اللحم، لا، صافي كلشي في مره باش تجيك زوينه وخاطره. صافي، ها هي بصلاتها هي مشلضه، من بعد غادي نوريكم انا اللي غادي يطيب، راه غادي نوريكم كيفاش كيجي. ها هو العدس من بعد ما ودي عفوا الفول بعد ما نقيته، ها هو ما كيكونوا فيه شي قشور، حذاري من هذوك القشور اللي كانوا راه قاصحين. العدس حتى هو مغسول ومنقي، ها هو. صافي، دابا شنو غادي ندير؟ غادي ندير البزار، ها هو. صافي، غادي ندير مليحه، يعني على حسب الذوق، على حسب واش كتبغيو نتوما، واش كتبغيو الملحه بزاف ولا ما كتبغيوش الملحه. الكمون ما ديروش سكينجبير، الرفيسه ما كتبغيش سكينجبير بالنسبه لينا حنايا، ولكن كيبان لينا الله الله اعلم راه كلشي ما كيبغيش سكينجبير في الرفيسه. انا كندير غير تصفيره عاديه ونوي، وغادي ندير واحد شويه ديال الزيت غير باش ما تفلتش الكوكوت. وصافي، الاضافات اللي غادي نزيد عليها في الاخر غادي نولي غادي نوريهم لكم من بعد ما نحل الطنجره. اما دابا غادي نخويلها مقراج، راه طيبته يعني غلا مزيان، غلا مزيان، ما غاديش ندير الماء البارد، الا درتي الماء البارد ما غاديش يبغي يطيب لك العدس، غادي يولي يبقى قاصح بحال الحجر. المقادير ديالنا اولا داكشي اللي غادي نحتاجوه باش نديرو لاصوص ديال الرفيسة راه هو هذا، الدجاج، الكمون، والبزار، وملوين ولا تصفيرة ولا خرقوم، وشوية ديال التحميرة نسيت عفوا، وشوية ديال الملحة، بصلة مشلضة، زبور ومعدنوس، والعدس والفول. بالنسبة للكمية على حسب يعني العدد ديال الأشخاص. هذا ما كان. دابا كيما قلت لكم راني غادي نخويلها مقراج ديال الماء يعني غلاي عامر، ها انتم كما كتشوفوا راه هويا طايب مزيان، يعني ضروري ضروري كنأكد باش يطيب لك العدس بالزربه وما يعذبكش، ضروري خاص الماء يكون طايب مزيان، ما تقليهش، ما تشعليش عليه مصبقا عاد تزيدي الماء. صافي، انتم كما كتشوفوا راه كلشي قدامكم. صافي، دابا غادي نزير عليها وندير الصفاره ونخليها واحد ربع ساعه او 20 دقيقه، وغادي نحل عليها وغادي نوري لكم النتيجه ان شاء الله باذن الله، وغادي ندير لكم بعض اللقطات كما قلت لكم، لانني انا دايره فيديو مسبقا ديال الورقه ديال الرفيسه، يعني ما غاديش نحتاج دابا نعاود لكم جميع المراحل باش ما يجيش الفيديو طويل. غادي نديرو انا كما قلت لكم غير مسمن، انا غادي نوريكم كيفاش غادي ندير ليه والمراحل اللي غادي ندير شويه ونرجع معكم.
هو كيما قلت لكم غادي نديرو غير مسمن. ها انتوما شوفوا غير رقوا ليه العجينه ودلكوها مزيان، راه كيجي رائع. ها خاصي ورقه، ها انتوما شوف هذا دابا راه غادي نقردو وغادي ندير به الصوص ان شاء الله. من بعد ما نقردو في القصريه ويوجد ليا لاصوص غادي نوريكم ثاني المرحله التاليه. انتوما كتشوفوا ملي حليت عليها دابا راني لقيت العدس طاب والفول باقي له غير واحد الشويه. دابا شنو غادي ندير؟ غادي نزيد شي شويه ديال الكمون. انتوما شفتوا واخا يا انا واخا يا سنان انتوما كما كتشوفوا غير الفول اللي خاصو غير واحد الشويه. هما اللحم راه طايب او الدجاج راه طايب ولاصوص ديالنا كما كتشوفوها هي راه خاطره وزوينه. دابا غادي نزيدها شي شويه ديال الماء كما قلت لكم عاود ثاني يكون طايب مغلي مزيان، وغادي ندير شويه ديال الكمون وشويه ديال الزيت البلديه. جهد واحد نص كاس ديال الزيت البلديه ضروري لان هاد الرفيسه راه كتغلي. دابا ملي زدتو شويه ديال الزيت، ها هي زدتو شويه ديال الزيت البلديه ولا زيت الزيتون، وزدتو شويه ديال المليحه لانه جاني مسوس يعني ذوقو بالنسبه للملح، وشويه ديال الكمون. ليكم الاختيار، الا كنتو باغيين تزادو في الوزن غادي ديرو شويه ديال راس الحانوت وشويه ديال الحلبه. كاين اللي كيدير حبرشات، كاين اللي كيبغي غير هكا. انا بالنسبه لي انا ما بغيتش نتزاد في الوزن لان انا لوليداتي. نتوما الا كنتو الوليدات ديالكم ما عندهم الشهيه ديروا الحلبه فيه واحد شويه دابا من طاب باش ما تطلقش لكم هذيك المروريه، ديروا لها شويه ديال الماء سخون عاد باش رميوها يعني تتنفخ، وعاد باش زيروا عليه عاود ثاني كما قلت لكم زيدوه شويه ديال الماء مغلي مزيان عاد باش رجعوه يطيب هذاك الفول. من بعد انا غادي نوريكم عاوتاني كيفاش جا في القوام ديالو. هنا رجعت معكم، الرفيسه ديالنا ها هي وجدات. انا زينتها دابا بشويه ديال البيض المسلوق والقرقع والتمر، وكنتمنى ان شاء الله تعجبكم وكنتمنى تجربوها. وهاد المقادير اللي عطيتكم ديال لاصوص ديال الرفيسه راه مضبوطين، ما تزيدوا عليهم ما تنقصوا، راه غادي تجيكم خاطره. ها انتم شوفوا كيفاش دايره، ها هي شفتوا راه لاصوص ما خصهاش تكون جاريه بزاف بحال الماء. المهم هذا هو الوصفه ولا الغديوه ديالنا ديال اليوم. انا وجدتها لواحد صاحبتي عزيزه عندي بزاف 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 وعزيز عليها تريد ولا رفيسه، وقلت اليوم ان شاء الله نوريها لكم الناس اللي ما عارفين لهاش يديروها. راها سهله بزاف بزاف ما فيها حتى شي تماره. وكنتمنى ان شاء الله تدعموني بلي لايك، والناس اللي جدادين معايا يشتركوا في القناه مرحبا بهم. وشكرا لكم بزاف، الى فيديو قادم بحول الله.